شهر رمضان أوله رحمة، لكنه لم يكن رحمة على الجزائريين، فبعض التجار والمحتكرين لم يرحموا الصائمين، فوجدوا في شهر فرصة للربح السريع. نجينا ما بين المطرقة والسنداد، ما بين الدولة وما بين الشعب. الشعب يقول لك راكم تغليو، حنا السلعة ما لقيناش، نشريوها غالية. هي أنا عندي هامش الربح تاعي، سواء غالية ولا رخيصة، هذه مفروغ منها. راهي غالية من عند الفلاح، اللي يقول لك التاجر راه يغلي يكذب عليك. على عكس ما كان متوقعاً، قدمت الأيام العشرة الأولى حاملة معها المفاجأة، فالتهبت كل الأسعار، ووقع المواطن في حيرة أتعبت رأسه وجيبه. بين العام اللي فات والسنة ماهيش نورمال، العام اللي فات شوية لاباس، المواطن يقدر ينقر هكذا حاجة خفيفة، بصح حسنا كروايب خويا فلفل فلفل هاهو فلفل، فهمت سمير خويا. كل شيء عليه الزحام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، غلا وكل شيء. ديجا البطاطا ديباسات 7000 8000، واللي موش خدام مسكين، اللي عنده دراري 6 7 في الدار، كيفاش راح يعيش؟ التفرقة بين أسعار الفلاح والجملة والتجزئة بات مستحيلاً هذا الأسبوع، فالتنسيق كان محكماً، وإغلاق جلسة تداول البورصة كان على كلمة واحدة: الغلاء. رمضان اللي خرجوا من 4 ملايين وطلع، من تحت 4 ملايين مفوت رمضان تاعو ما يفوتوش لاباس. اش لا 12، طوماط اش 15، واش تعيش القليل؟ يقول لي راحت عليه هكايا يغلى وتيوا، سواء السلطه سواء بطاطا سواء واي اللي ندير ملا من 12 15 طلع. من معشوقة الزوالية لمحرمة الزوالية، إلى طوابير غير منتهية لاقتناء كيس حليب، وصولا إلى اللحوم التي فضل الكثير تعويضها بالجمبو. هكذا كانت بداية رمضان 2021. بصح هذا الكونجلي كشو الهضروا عليه وما كاين والو، ما بانش هذا الكونجلي. اللحم ما كاش اللحم اللي هضروا عليه، اللي هضرت عليه الدوله ما كاش كونجلي ما كاش. خلاو ولايه بشار دينا فيقلي، الناس قاعده، هذا بروبلام 2000 باديه الله على الحليب. استيراد اللحوم من الجنوب ولحوم مبرده من الخارج، مضاعفه انتاج الملبنات وتمويل للسوق، اسعار في متناول الجميع، السولد ونقاط البيع، وعود سبقت رمضان لكنها حرمت في رمضان.